السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشارك معكم كفتة مشوية في الطنجرة بدون ولا قطرة ماء، سهلة سريعة وراح تكون بمثابة فكرة أو تغيير عن الأطباق ولا الطواجن اللي نطيبوهم بالفيونداشي ولا دانداشي. أنا درتها فقط بصدر دجاج متوسط الحجم، وتقدروا ديروها كذلك بلحم مرحي، راح يكون الطعم ديالها أفضل. كذلك خليت فيها القليل من المرق، كما تقدروا تنشفوها من كامل المرقة وتخلوا البصل والطماطم اللي درتهم كطبقة من الأسفل ينشفوا من كامل المرق ويتكرملوا، كذلك راح تجيب بزاف بنينة. على كل حال راح نقولكم كامل الاختيارات والبدائل في هذه الوصفة اللذيذة والسريعة. وبطبيعة الحال إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، شاركوا الوصفة والقناة مع الأصدقاء لتعم الفائدة. كذلك يعني هذاك اللايك الصغير راح يشجعني على إضافة المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله، وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. عندي هاد الخضار اللي درتهم كطبقة سفلية، خديت حبة تاع فلفل حلو خضراء قطعتها شرائح، حبة تاع فلفل حمراء، عندي شوية حار، عندي شرائح من البصل وشرائح من الطماطم. يعني إذا ما كانش متواجد عندكم الفلفل الحلو حمر يعني ديروا فقط الطرشي الخضر، الطماطم والبصل. عندي صدر تاع دجاج متوسط الحجم كنت أشيته. كتوابل عندي الفلفل الأسود، عندي فلفل عكري، عندي البودرة نتاع المعدنوس والبودرة تاع فلفل حار. كنت شاركت معكم الوصفتين في القناة، إذا حبيتوا راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. كذلك عندي هذا المعجون تاع الفلفل الحلو، إذا ما عندكمش يعني تقدروا تكتفوا بالبابريكا ولا الفلفل العكري فقط. عندي توابل مشكلة خاصة بالدجاج، كذلك كامل التوابل اللي راني نخدم بهم في القناة كنت شاركتهم معكم في فيديو توابل الخاص بتحضيرات رمضان. بالنسبة لصدر دجاج يعني أنا خديت صدر تاع دجاج متوسط الحجم، تحبوا يعني ديروا صدر تاع دجاج كامل كما تقدروا ديروا نص صدر دجاج فقط على حسب أفراد العائلة. أنا كيما شتو خديت 3 ولا 4 فصوص تاع الثوم، هنايا كنت سكرفشتهم، يعني الثوم راح نديروه في هاد العقدة نتاع صدر الدجاج فقط، ما راحش نديروه من بعد مع بقية المكونات. عندي خبز يابسو مرحي درت حوالي 2.5 ملاعق، راح نخليه جانبا، ممكن نحتاجوه من بعد. إذا ما عندكمش يعني تقدروا ديروا فقط هذيك البابة تاع الخبز، شمخوها في القليل من الحليب وعصروها مليح مليح وضيفوها لبقية المكونات. كنت ضفت حوالي 0.5 ملعقة صغيرة من بودرة تاع المعدنوس، درت شوية فلفل عكري، شوية ملح، شوية فلفل كحل، وملعقة صغيرة تكون معمرة مليح مليح من التوابل الخاصة بالدجاج. يعني التوابل كذلك تقدروا تغيروا فيهم كيما حبيتوا، وأي حاجة ما عندكمش يعني اتصرفوا وديروا مكانها يعني الحاجة اللي تكون عندكم في المنزل. يعني تقدروا ديروا فلفل أسود، فلفل عكري، شوية طماطم كونسونتخي فقط وراح يكونوا كافيين، ماشي شرط تقيدوا بنفس التوابل اللي درتهم. زدت درت كيما شفتوا حوالي 0.5 ملعقة صغيره من معجون الفلفل الحلو، وكما تشوفوا راني نخلط هكذا باش يدخلوا كامل المكونات في بعضهم البعض. هنا شوفوا يدي كيفاش راهي تتلاصق. الان واش راح ندير؟ راح نضيف حوالي 1 ملعقة كبيرة من الزيت، راح نطم كامل بها هذا الصدر تاع الدجاج، ودوك تشوفوا يعني ما راحش يولي يلصق كامل في الايادي، وبالتالي راح نشكلوه يعني اي شكل اللي حبيناه، سواء كان كرات ولا صبيعات كيما شفتوا في البدايه، وما راحش يلصقنا كامل في اليدين. هاي لك النتيجة اللي تحصلنا عليها. تقدروا كذلك تنكهوا هذا الصدر تاع دجاج بملعقة صغيرة من السمن، كذلك راح يمد لكم نتيجة ما شاء الله. كذلك إذا حبيتوا يعني هذا الصدر تاع دجاج يجيكم طري أكثر فأكثر، تقدروا تحكموا يعني مورسون تاع الخبز، نحيولوا فقط البابا، شمخوه في القليل من الحليب، أعصروه وديروه في بلاصة الخبز اليابس والمرحي. كنت شاركت معكم هذه الطريقة في فيديو، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف هكذا باش تاخذوا فكرة. انا راح نشكل كامل الكميه على شكل اصابع كما شفتوا كامل في بدايه الفيديو، بعدها راح نتحصلوا على هذا النتيجه. هاي لي كاين هنا عندي كل حاجه راهي واجده، فقط راح نجيبوا الطنجره ونبداو يعني نرصوا في الخضر وهاد الكميه تاع الكفته. انا هذا الطبق درتو في هاد الكسرونه ولا في هاد الطنجره على اساس يعني كي نكون نصور لكم راح يبان لكم كامل المكونات. تقدروا ديروا نفس هذه الطيابه في لاكوكوت، يعني راح ديروها كذلك بدون ولا قطره ماء، راح تغلقوا عليها وتخلوها على نار هادئه، ولما تصفر لكم لاكوكوت يعني احسبوا حوالي ربع ساعه فقط وراح تلقاوها جاهزه. لما تفتحوا عليها اذا لقيتوا فيها كميه من المرق تحبوا تخلوها كما خليتها انا لكم الاختيار، تحبوا كذلك تنشفوا
تشفوها كامل من الماء كذلك لكم الاختيار. هنا كما شفتوا درت كامل هذوك الخضر من الاسفل، يعني درت البصل من التحت، زدت الفلفل الحلو، زدت طبقه من الطماطم، والان راني نرص فيه كامل هذاك الصدر تاع الدجاج ولا هذوك الاصابع تاع صدر الدجاج من الفوق. الان راح نزيدو نتبلو بالقليل من الملح، درت كذلك القليل من الفلفل الاسود، القليل من بودره الفلفل الحار، يعني تقدروا تستغنوا عليها كامل في الوصفه اذا ما كنتوش تحبوا الحار. درت رشه من المعدنوس المجفف، وكذلك زدت رشه خفيفه من التوابل الخاصه بالدجاج. الان راح نزيد ندير كميه اضافيه من الزيت، لانه يعني هاد طيابه ما راحش نديروا فيها ولا قطره ماء. الان واش راح ندير؟ راح ناخذ الطنجره تاعي راح نحطها فوق النار ونخليها على نار تكون هادئه جدا. هذوك الخضر راح يتبالوا بالعقل بالعقل، وراح ينزلوا كميه من السائل. هاد الكفته كذلك راح تنزل كميه من السائل ويشكلوا لنا كميه من المرق في الاخير كامل. تحبوا تخلوا هذيك المرقه كيما خليتها، تحبوا يعني تنشفوها من كامل هذيك المرقه وتخلوا هذاك البصل وهذوك الطماطم يتكرملوا، راح يمدوا لكم ذوق ما شاء الله. انا راح نرفد الطنجره ومباشره راح نحطها فوق النار. انا حبيت نصور لكم فقط، يعني شوفوا النار تاعي راهي قريب تطفى كيما الشمعه. هذا المنظر تاع هذه الطيابه بعد حوالي 10 دقائق، شوفوا يعني الخضر بداو ينزلوا في هذاك الماء تاعهم، تقريبا صورت لكم كذلك هنا بعد حوالي ربع ساعه الى 20 دقيقه. دوك نوري لكم هذيك المرقه اللي تشكلت لنا كيفاش دايره، يعني شوفوا يعني جات ما شاء الله مرقه خفيفه ما فيهاش بزاف التوابل، يعني فيها فقط الطعم تاع الخضار. انا مرات نخلي فيها هذه الكميه تاع المرق، ومرات يعني نخليها تنشف كامل من هذه المرقه، خصوصا اذا درتوا هذا الطيابه بالفيونداشي، يعني هذاك الفيونداشي راح يطلق كميه من الدهون، والكميه تاع الزيت كذلك اللي درناها في الوصفه، يعني هذاك البصل هذاك الطماطم والطرشي راح يتكرملوا كامل ويتقلاو في هذاك الزيت، وراح يمدوا لنا طعم ما شاء الله. انا لما كملت الطهي تاع هذا الطبق، يعني شوفوا الطنجره تاعي اليدين تاعها عديد، دخلتهم مباشره للفرن، خليتهم خداو تحميره فقط، يعني فقط باش يجيني الشكل تاع هذا الطبق الشباب. نتوما اذا درتوها بالفيونداشي يعني تقدروا تحمروه شويه، اذا درتوها بصدر الدجاج يعني ما ننصحكمش تدخلوها للفرن، خلوها هكذا باش تقعد لكم هذاك الصدر تاع الدجاج طري. انا نحبها محمره، لكن الزوج تاعي يعني قليب اللي يبسط شويه في الفرن ويبقاو هاد الاشياء، يعني مساله تاع ادواق. نتوما اذا حبيتوها تجيكم طريه اكثر فاكثر، يعني خلوها طيب في الطنجره فقط، وكما قلت لكم اذا طيبتوها في طنجره الضغط خلو فقط ربع ساعة افتحوا عليها، تحبوا تخلوا فيها المرقة تحبوا تنشفوها لكم الاختيار. مهم في الاخير كامل سواء نشفتوها من كامل هذه المرقة ولا خليتوا كمية من المرق، راح يجي هذا الطبق بنين ما شاء الله. ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم ونالت رضاكم، يعني الوصفه ماهيش مكلفه بزاف، انا درتها فقط بصدر دجاج متوسط الحجم. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، واذا جربتوها تاكلوها بالصحه والهنا. هذه نهايه الوصفه، وفي الاخير ما عليا الا نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.